مرحبا بكم، مرحبا بكل المتفرجين والمتابعين. أنا محمد حداد من بر الأمان للبحوث والإعلام، اللي هي جمعية ومركز بحوث إعلام تونسي يهتم بتقييم السياسات العمومية. مرحبا بكل المتابعين، مرحبا بمهدي بن جيرات اللي ينضم لنا من كندا. السلسلة اللي باش نبداوها اليوم هي سلسلة على التدين خصيصا وعلى المنظومة الاقتصادية الوطنية والعالمية عموما. غالبا ما نسمع على التدين كفريضة بريسك يعني مقدسة، لما عندناش خيار غير أن نخلصوها وغير أن نقوم بخدمة الدين بتاعنا. ولكن الدين هذا اللي قاعدين نعملوا في الخدمه نتاعو، الدين العمومي اللي خصيصا نحكيو عليه، هو يتخذ باسم الشعب. ولكن السؤال، هل الشعب الكل قاعد ينتفع به بنفس الطريقه؟ هل المنتفعين اقتصاديا اجتماعيا او سياسيا من خدمه الدين هما الاشخاص الكل بطريقه متساويه؟ ما نظنوش. الدين في غالب الأحيان هو كيف ما الصورة اللي اخترناها دايوغ نتاع سيزيف، تخش عليه حجرة في كل عام يلزمنا نطلعوها لفوق، وكيوف العام نعاود ذات اللوطة، وكل حجرة هذيك تزيد تكبر ولازمنا نعاود نطلعوها، تخش عليها ما عادش فيها حتى حد وحتى حد. وغالبا ما نسمعوا الخبراء أو الوزراء أو الأشخاص اللي في السلطة يتحدثوا عن التدين كمشكلة منفصلة من كل المشاكل الأخرى، منفصلة من التجارة، منفصلة من البيدجي ومن الميزانية بتاع الدولة، منفصلة من الخيارات الاجتماعية، منفصلة زادة من الشوماج، ولا منفصلة من علاقاتنا بالخارج، منفصلة من الدبلوماسية. هذا ماهوش صحيح، وهذا ماهوش الواقع اللي نعيشه فيه. وذلك علاش اليوم يشرفنا مهدي بن جيرات باش يحضر معنا. مهدي هو أستاذ جامعي بجامعة لورنشن يونيفرسيتي في أونتاريو، هو يدرس العلوم الاقتصادية وبالأخص يهتم في البحوث نتاعو على العلاقة التجارية ما بين الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط. درس في جامعة ميسوري كانساس سيتي وفي الفاكولتي دي سيونس ايكونوميك دو جيستيون في تونس. البحوث الحديثة نتاع مهدي تهتم بالميزان الدفوعات اللي باش نحكيو عليه واللي باش يقدمه لنا بعد، وكيفاش التأثير نتاع التدين على الاقتصاد الدول اللي تعتمد على التصدير في اقتصادها، وتونس مثال منهم. كيفاش يصير الضغط على ميزان الدفوعات بالتدين هذايا على الاقتصاديات من نوع هذا. هو زاد مهدي قام بالعديد من المنشورات، كسوسوا دي مانيويل في الميكرو ولا ماكرو ايكونومي، وما نزيدش نطول عليكم توا باش ننطلقوا في الحصه اللي باش تتنظم كالاتي. في مرحله اولى مهدي باش يتفضل بقيم التقديم نتاعو، من بعد باش يكون زوج ثلاثه اسئله بيناتنا وياه ونحل المجال للنقاش معاكم، وان شاء الله تدوم ساعه في كامبوت فليكسيبيليتي سي لو فو، وان شاء الله مهدي يكون عنده الوقت. مهدي مرحبا بك وشرفتنا بحضورك. اشتوت ميوت. اوكي سي بون، شكرا سي محمد، شكرا على الاستضافه اذا لي تسمعوا في الكل. شكرا على التقديم. قبل ما نبدا نحب نفسر حاجه من ناحيه الدين بتاع تونس ولا الدين بتاع البلدان بصفه عامه. ثم زوز انواع بتاع ديون، ثم الدين الداخلي وثم الدين الخارجي. الدين الداخلي هو دين امداد اللي الدوله التونسيه تاخذها، تكون بالعمله بالدينار التونسي ولا بالعملة المحلية بتاع أي بلاد. والدين الخارجي هو دين تاخده تونس ولا أي بلاد من عند بلدان أخرى، والعملة المستعملة تكون عملة خارجية، يعني مش دينار تونسي، تجب تكون بالدولار الأمريكي، بالأورو، بالين الياباني، لكن مش بالدينار التونسي. الفرق بين الزوز أنواع بتاع الديون هذه، اللي الدين الداخلي بالدينار التونسي هو دين بالعملة المحلية بتاع الدولة التونسية، والعملة المحلية بتاع الدولة التونسية تتحكم فيه الدولة التونسية، يعني البنك المركزي، والدولة البنك المركزي داخل في الدولة التونسية هو اللي يصدر
الدينار التونسي، فبذلك يعني الدين هذايا ما عنده حتى حد مادي، ونجم نشوف بعض ما فيش يعني مشكلة كبيرة ياسر من ناحية يكبر ولا يصغر ولا يكون دين بنسبة عالية بالنسبة للدخل الخام بتاع البلاد. المشكلة اللي احنا عندنا موجودة في تونس هو الدين الخارجي، والدين الخارجي وبالعملة الصعبة أكثريته بالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي. الدين الخارجي هذا الدولة التونسية ما تنجم تخلصه إلا إذا كان يكون عندها موجود ستوك، مجموعة من العملة هذيك باش تخلص بها الديونات. يعني الدولة التونسية وقت عندها ديون بالعملة الصعبة ما تنجمش تخلصها بالدينار التونسي، لأن البلدان الأخرى اللي عطات الدين هذايا من الأول تقول لك أنا ما نسحقتوش الدينار التونسي، يعطيني بالعملة نتاعي أنا، هذيك هي العملة اللي متفاهمين فيها. لذلك الدين هذايا اللي بالعملة الصعبة الدولة التونسية باش تنجم تخلصه يلزمها يكون عندها مداخيل من العملات هذه اللي اخذت منها القروض. إذا كانوا نقولوا مثلا الدولار الأمريكي، يعني الدولة التونسية كلها بجميع مكونات الاقتصاد بتاعها يلزمها تصدر أشياء وتخلص عليهم بالعملة المعينة بالدولار الأمريكي مثلا، وتأخذ العملة المعينة هذه الدولار الأمريكي وتعود تخلص البلدان اللي أعطوها قروض من الأول. يعني إذا كانت الدولة التونسية ما تخلوهاش عملة صعبة من الصادرات بتاعها ما تنجمش تخلص الديون بتاعها، وهذا الفرق الكبير. عاود نرجع للدين الداخلي في لحظة صغيرة. الدين الداخلي كما قلت يعني بالدينار التونسي، والدين الداخلي كما قلت تتحكم فيه الدولة التونسية إذا كان المداخيل من ناحية التاكس الأداءات الدولة التونسية تكون أقل من المصروفات بتاع الدولة التونسية بالعملة متاعها، يكون فما مشكلة بين المداخيل والأشياء اللي لازم تصرف عليهم الدولة التونسية. لذلك تولي الدولة التونسية تتسلف من عندها هي، مش بتتسلف من برا، مش بتتسلف من أوروبا ولا من الولايات المتحدة، مش تتسلف من عندها هي. إيش معنى هذا؟ يعني الدولة التونسية تطلب من البنك المركزي تقول له يعني بين ظفرين بلاي اطبع لي مجموعة من النقود التونسية من الدنانير التونسية باش نخلص بهم الموظفين التونسيين مثلا، ولا أي ديبونس الدولة التونسية تسحق له. البنك المركزي نجم يطبع بين ظفرين، كيقول بين ظفرين خاطر ماهوش طبعاً بتاع الأوراق المالية هذه بالضبط، هي توا معادلة حسابية في الحواسب بتاع البنك المركزي، تنزل على كما قلوا زيرو، زيد صفر من هنا زيد صفر من هنا، وتعطي فلوس للدولة التونسية، والدولة التونسية لازم تصرف الفلوس هذه بطريقة يعني مسهلة. فما يكون أكثر كومبليكاسيون من ناحية كيفاش تتعدل الفلوس من البنك المركزي للدولة، لازم تعدل بين بنوك أخرين. القانون التونسي ما يسمحش البنك المركزي باش يسلف الدولة التونسية بطريقة مباشرة، لكن نسهل الأمور نجم نقوله كيف. الدين الداخلي ما فيهش مشكلة كبيرة كما قلت، والتوانسة ما همش باش يفرغوا من الدينار التونسي، مع الدولة التونسية ما تنجمش تفرغوا من الدينار التونسي لأن هي اللي تتحكم في الدينار التونسي، والموظفين التونسيين ما نجموش ما يخلصوش من عند الدولة التونسية، لازم ديما الدولة التونسية تنجم تخلصهم على خاطر الدولة التونسية باش تخلصهم بالعملة الحرة الدينار التونسي بتاعها. فما حتى مشكلة ساعات نسمع في الصحافة يقول لك معناش وجور بتاع الموظفين التونسيين، هذا كلام مش صحيح بصفة عامة، لأن الدولة التونسية عندها القدرة باش تطبع الفلوس وتخلصهم في أي إمكانية. المشكلة اللي نحكيه عليها أو السمينار غير ترقلة هو الدين الخارجي، واللي هذا يلزمه يعني بصفة عامة كل البلدان اللي عطتها فلوس لازم نعاود نخلصهم في وقت من الأوقات. فما بعض الأطراف نجم ندخل فيها من ناحية ترى كانت الدين هذا كان دين يعني
وقع تحت الضغوطات ولا وقع أخذه من حكومات ربما غير شرعية كما قلت قبل وقت ديكتاتورية مثلا. تجم فما تتكلم تونس تجم تتكلم مع البلدان اللي أعطت الديون هذه وتقول ما نجموش نخلصوا ولا نزيد في المده نتاع التخليص اتسيتيرا اتسيتيرا. بالنسبه للدين الخارجي تقول القائل علاش احنا ناخذوا في عملات صعبه ديون في عملات صعبه اذا كان احنا نجموا يعني نخلصوا الخدمه نتاعنا بطريقه كامله. المشكله هي اللي في المدة أكثر من 100 سنة اللي فاتوا المنوال الاقتصادي التونسي كان مصنوع ويخدم بطريقة معينة اللي ميزان المدفوعات يعني الميزان التجاري تاع تونس كان فيه مشكلة بين الصادرات والإيرادات. تعدى مثلا تشوفوا في الباوربوينت شوفوا الفرق مثلا من 1949 حتى 2017 وحتى 2021 هو نشوفوا الفرق بين الواردات والصادرات. يعني كي ناخذوا عدد الصادرات ونقسموا على العدد بتاع الواردات نلقاو اللي العدد هذاك اقل من 100%. يعني في 60 سنه اللي فاتوا او 70 سنه اللي فاتوا العدد بتاع الواردات كان أكثر من العدد بتاع الصادرات. فوليوم بالدينار التونسي ولا بالدولار الأمريكي كان 100% أكثر من الصادرات نتاعنا. وكي نجي نشوفوا مثلا نعملوا طلعة صغيرة على الجرافيك هذايا نشوفوا في بعض الأوقات الكوفرتور هذايا ولا الميزان المدفوعات الحالي ينجم يخرج قريب 100%. فما عام هذايا عام 57 يعني الصادرات كانت قريبة ياسر من الواردات نتاعنا معناها ما فماش ديفيسيت. شوفوا زاد أعوام اللي فما يعني دي بيك كما نقولوا لكن في غالب الأحيان 70% من الواردات نتاعنا نخلصوهم من الصادرات وتقعد 30% في 70 سنة اللي فاتوا 30% واحدين فيهم لازم نخلصوا بالعملة الصعبة خاطر هذوما واردات وما نجم نخلصوهم إلا إذا كان ناخذوا قروض بالعملات الصعبة هذه اللي احنا نستعملوا فيها باش نشريوا الواردات نتاعنا. يعني 70 سنة اللي فاتوا ماناش خالطين باش نخلصوا الواردات نتاعنا. الصادرات نتاعنا ماهيش قاعدة تتصدر بمعدل كبير تخلينا نخلصوا الواردات نتاعنا. نجي نشوفوا مثلا في البحوثات نتاعي شفت معناتها بعض الكتب القديمه وهذايا يعني ريت فما استاذ قام بعض البحوثات ولقى ارقام نتاع 1838 حتى 1847 يعني نرجعوا 160 سنه التالي ولقاو قريب نفس النسبة نتاع العلاقة بين الصادرات والواردات اللي هي قريب 70% إلا نشوف في السنتين من هنا 1840 و 1843 تبقى كل يعني بين 70% 60% 68%. الأعوام هذوما اللي ساعات تلقاو فيهم النسبة نتاع الصادرات والنسبة نتاع الواردات قريبة برشا هي في أكثر الحالات أعوام كانت فيها السابق نتاع زيتون باهية بالكثير. يعني المنوال الاقتصادي التونسي اللي ما تبدلش برشا حتى عنده قريب 150% كان مرتكز ومازال يرتكز في بعض الاحيان على القطاع الاول والقطاع نتاع الصادرات الفلاحيه والمواد الاوليه. نشوفوا مثلا ثلاثة سنوات هذه حصص نتاع السلع اللي تونس تصدرها 2001 و2012 و2017 شوفوا اللي هذوما 72% من الصادرات التونسية قريبة 60% من الصادرات التونسية وقريبة 50% من الصادرات التونسية متكونة من ثلاثة أشياء هامة. الأول هي المعادن والأسمدة والحامض الفسفوري والمحروقات. الثانية هو النسيج والملابس والجلود والأحذية. والثالثة هي خضار وغلال وزيت زيتون. يعني ثلاثة أنواع
بتاع الصادرات، والحاجه اللي قربهم ثلاثه حاجات من بعضهم هما كل من القطاع الاول، يعني القطاع بتاع المعادن والقطاع بتاع الفلاحه، القطاع بتاع النسيج في قطاع تحويل المواد الاوليه، لكن البلاغ جوتي نتاعو كما نقولوا ماشي عليه برشا. كي نجي نشوفوا الفرق مثلا بين 2001 و2012 و2017، ما حاجه نراوها بالكدا اللي هو قطاع تاع النسيج، المعدل نتاعو النسبه نتاعو تحت قريب الشطر من 47% عام 2001 ل 21% من الصادرات نتاعنا في كامل الصادرات. يعني هذا شوفوا في المنافسة الصينية لتونس في المارشي الأوروبي. زيدا كيف كيف نشوفوا كيفاش الصادرات نتاع الحامض الفسفوري والمحروقات هبطت كيف كيف من 17% طلعنا في 19 عام 2012 وعاد هبط 2017. المشاكل الموجودة في الجنوب التونسي من ناحية تصدير الفوسفات، وكذلك من ناحية المحروقات الموجودة في تونس مش نيفو قد يتيح بالدي. الحاجة الثالثة اللي نصدر فيها اللي هي تدخل تحت الصناعات الميكانيكية والإلكتروميكانيكية، لكن هي بالضبط أسلاك وكوابل اللي قاعد يتقدم البرسنتاج تاعها أو اللي طلع من 4% إلى 12% عام 2017. دونك ده يعطينا فكرة على نوع تاع الصادرات التونسية اللي هي مرتكزة أساسا على أنواع تاع الصادرات اللي الفالور أجوتي تاعها فاليو أدد بالإنجليزية اللي ماهيش كبيرة برشا وماهيش صناعات كومبليكي، يعني سهلة الصناعة تاعها، تستحق عدد نتاع عمال يكون كبير. العدد نتاع العمال هذوما في أكثرية الأوقات ما يخلصوش بالكدا، يخلصوا في أجور ماهيش عالية. إذا كان الأجور نتاعهم ماهيش عالية ما تخليهمش يعني يصرفوا بطريقة مرتاحة، أو ما تخليهمش يخليوا العائلات نتاعهم تعيش مرتاحة. إذا وهذا كما نشوف يعني 49% من الصادرات التونسية نتاعنا عام 2017. هذا يجرني باش نحكي على تو نحكي على المنوال الاقتصادي التونسي، وفما مؤشر نستعملوه في علم الاقتصاد اللي يعطينا قديش النوع نتاع الصادرات هل ترى فيها تنوع ولا لا. البلدان المتقدمة، البلدان اللي يكون عندها اقتصاد متقدم و كما الولايات المتحدة مثلا، حطيت أنا ثلاثة أمثلة، الولايات المتحدة وبلجيكا والجمهورية والجمهورية التشيك، تكون المؤشر نتاع التنوع نتاعها يكون المؤشر هابط. هذا يعني اللي الاقتصاد نتاعه في عدد متنوع كبير من الصادرات نتاعها، وإذا كان المؤشر يكون عالي يعني الاقتصاد نتاع الدولة هذيك ما فيهاش اقتصاد متنوع من ناحية التصدير نتاعها. خديت ثلاثة بلدان أخرين، الجزائر والمغرب وتونس الأشقاء نتاعنا. الجزائر المؤشر 0.77 اللي هو عالي بالنسبة للبلدان الأخرين. إيش يعني هذا؟ يعني كما تعرفوا الجزائر بلد مصدر المحروقات، وقريب أكثر من 90% من المصدرات نتاع الجزائر هو محروقات، يعني الانديس تاع ديفيرسيفيكاسيون المؤشر نتاع التنوع يدل عليه التصدير ماهوش متنوع. تونس 0.52 أحسن من هذه معدلة بين 2009 و 2018، أحسن من تونس والمغرب من ناحية التنوع متاع التصدير متاعها، لكن مش كما الولايات المتحدة وبلجيكا مثلا اللي عندهم أكثر تنوع في الصادرات متاعهم. هم قلت علاش قاعد نحكي على التنوع في الصادرات، أخذت هذه في الأخر على خاطر هذه عنده تأثير على الميزان التجاري متاع الدولة التونسية. كيفاش الميزان التجاري هذا كان فيه مشكله ومازال فيه مشكله حتى من 160 سنه تي. دونك نرجعوا له السلايد هذا ونتعداو بعضه شيء اخر واللي هو يفسر النسبه المئويه نتاع التبادل التجاري التونسي مع البلدان الاخرى، نسبه من الناتج الداخلي الخام. يعني فما سته نسب لهنا،
النسبة الأولى من اليسار هي معدل العائدات السياحية، تمثل 7% 7.6% من الناتج الداخلي الخام بتاع تونس، كمعدل من 1995 إلى 2017. الصادرات التونسية 32% تمثل 32% من الناتج الداخلي الخام بتاع تونس. الواردات اللي تجيبهم تونس من الخارج يمثل 45% من الناتج التونسي الوطني الخام. التحويلات المالية يعني التوانسة والسياح اللي يجيو لتونس، والتوانسة اللي يخرجوا لبرا ويجيو لتونس بالصيف يدخلوا فلوس معاهم لتونس، هذاك يمثل 4.3% من الناتج القومي الخام. الاستثمارات الخارجية كمعدل 3% من ناتج القومي الخام، ومعدل خدمة الدين يعني النسبة اللي تخلصها تونس كل عام للبلدان وللأشخاص اللي احنا متدينين من عندهم مثل 6.2%. علاش اخترت الستة المؤشرات هذه؟ هذه حاجة هامة برشا، لأن كيعطيك فكرة على الناتج القومي الخام تاع تونس وشنو النجم يأثر فيه، وهذا عنده علاقة بال كونكلوجيون في الاخر، باش نوري اللي الاقتصاد التونسي بتاعنا متركز على اشياء الدوله التونسيه يصعب ياسر باش تتحكم فيها. هذه علاش المنوال الاقتصادي بتاعنا بنشوف بعض لازم يتبدل نوعا ما. كي نعاود نرجع نشوف المؤشرات هذه، السياحه مثلا صعيب ياسر باش تتحكم فيها الدوله التونسيه، تنجم تعطي تعاون وتلا وكل ما عنده علاقه بالسياحه، لكن في اخر الامر اذا كان فما مشكله مثلا في اوروبا ولا في فرنسا ولا في انجلترا وتوريست كما يقولوا ماهم جايين تيتون لتونس، ماهمش بيجيو لتونس، ما نجموش نتحكموا فيها. هذا معناتها سيت اون فاريابل اكزوجين كما نقولوا باللغه الفرنسيه. الصادرات 32% كيف كيف، اذا كان تلقى مشكله عالميه خارج تونس في الولايات المتحده ولا في اوروبا، البلدان اللي احنا نصدروا لهم وما يحبوش يشريوا المنتوجات التونسيه ما نجموش نتحكموا فيها المؤشر هذاك، دونك ما نجمش نبيعوا لهم، ودونك عنده تاثير على الناتج القومي الخام. كيف كيف بالنسبه للواردات التونسيه، بارامتر يعني اكزوجين نوعا ما، لو انه نجموا نتحكموا فيه وقاعدين نتحكموا فيه الى محاله نوعا ما باش نحاولوا نقصوا من الواردات التونسيه، لكن 45% من الناتج الخام تاعنا هو الواردات من برا. التحويلات الماليه كيف كيف ما نجموش نتحكموا فيها لانهم يجيو من برا. معدل الاستثمارات الخارجيه عندنا مشكله على سنين توا ما نجموش نجيبوا في الاستثمارات الخارجيه 3% الناتج القومي الخام، ومعدل الخدمة الدين اللي كنتوا فين لازمنا نخلصوهم كما نقول. دونك هذوما كي نحطوهم الكل يعني قريب مع بعضهم قريب 100% من الناتج القومي الخام، يعني قريب 100% من الناتج القومي الخام بتاع الدولة التونسية يرتكز على أشياء الدولة التونسية يصعب ياسر باش تتحكم فيهم. إذا كانت تقع مشكلة شوك خارج تونس باش يأثر على تونس بطريقة أكثر من البلدان الأخرى اللي هي الاقتصاد نتاعها ما يرتكزش على القطاع الخارجي كما الدولة التونسية. الشيقة دونك هذا تعرفوه الكل، يقول لي الدينار التونسي مع الدولار الأمريكي، نراو اللي الدينار التونسي قاعد يطيح، يعني الدولار الامريكاني قاعد يطيح في جره الاشياء اللي حكينا عليها. من عام 1956 حتى 2017، يعني نشوفوا مثلا قبل سنه 86 الدولار التونسي كان اقل من الدينار التونسي، وبعد 86 تبدل النسبه هذيك والدولار التونسي ولا اقوى من الدولار الامريكي عفوا، ولا اقوى من الدينار التونسي تو قريب بثلاثه معدل ثلاثه. هذايا نتيجه للتباين بين الصادرات التونسيه والواردات التونسيه مع العالم. ثم زوز صور أيضا.
اوكي دونك هذه نسيتهم دونك باش نرجع لهم. واللي هذا نرجع للدين التونسي، ورينا الدين التونسي من عام 1970 حتى 2017، نراو هذا الدين التونسي الخارجي ماهوش الداخلي. نراو كيفاش كنسبة من الدخل القومي الخام، نراو كيفاش 40% في السبعينات ويطلع توا حتى قريبة 100% من الناتج القومي الخام. يعني الناتج القومي الخام تاع تونس مدة سنة، إذا كان ناخذ الفلوس هذوك الكل نجم نخلص الديوان تاعنا في عام، وحنا ما ناخذ حتى شيء بطريقة يعني سامبليفي ماهوش صحيح الكلام هذاك. لكن نجم نعمل طلع نشوفوا يعني في الأول مثلا هنا يعني القانون 1972 وقت الدولة التونسية اختارت منوال اقتصادي بطريقة واضحة، اللي هو منوال اقتصادي مرتكز على التصدير، التصدير خاصة في الصناعات نتاع النسيج. ونرى في الوقت هذاك كيفاش الدين التونسي بدا يطلع بطريقة كبيرة. نرى فما شوك آخر في وسط الثمانينات، وقت كانت فما مشاكل اقتصادية كبيرة، نوعا ما الدين كان ما فيش تباين كبير حتى للثورة التونسية حتى 2011. بعد 2011 وانا طالعين الدين طلع بطريقة يعني اكسبونسيال، اللي نخلط تقريبا 100%. دونك السؤال يعني إذا كان عندنا قريب 160 سنة وعندنا مشكلة بين الوالدات والصغيرات، مشكلة في المنوال الاقتصادي التونسي، شنو يلزمنا نعمل؟ دونك الجواب يكون بطريقة اوتوماتيكية، يعني تبدل المنوال الاقتصادي التونسي. إذا كان ما تبدلوش باش تمشي في نفس المنوال هذاك، والدين التونسي ماهوش باش يتبدل، باش يكثر بطريقة عشوائية. باش نفسروا علاش المنوال الاقتصادي هذايا عطانا النوع نتاع الديون اللي تونس كانت مجبوره باش تاخذهم، حاجه هامه هي التفاوت في الانتاجيه بين الدوله بين الصادرات الدوله التونسيه والواردات نتاع الدوله التونسيه اللي تاخذهم البلدان الصناعيه هذه. التفاوت في الانتاجيه هذه معناتها الاشياء اللي نصدروا فيها، احنا عندنا انتاجيه ضعيفه، والمواد اللي نجيبوا فيها من الخارج عندها انتاجيه عاليه، تخلي اللي الميزان التجاري ما عمره ما يتبدل اذا كان النوع نتاع الصادرات والنوع نتاع الواردات ما يتبدلش. يعني فما حلقه مفرغه كما نقول تؤدي نوع من التبعيه، اللي احنا نقدر ديما نصدروا في مواد اوليه ولا مواد فلاحيه ولا نسيج مثلا اللي هو طاح النسيج تو، لكن الانتاجيه نتاعو ضعيفه. الانتاجيه نتاعو ضعيفه، يعني العمل التونسي التوانسه اللي يخدموا في القطاعات هذه ما يخلصوش بالكدا. اذا كانوا ما يخلصوش بالكدا يعني يقعدوا في الحلقه المفرغه هذيك لازم يخدموا سوايع كبيره ياسر باش يقوموا بتصدير نتاع حاجات اللي ما تسواش برشا، وفي نفس الوقت لازمنا احنا نوردوا في اشياء اللي هي عندها قيمه عاليه وقيمه مضافه عاليه. ونقضوا ديما في الحلقة هذه اللي ديما نسمو الواردات تكون بطريقة معينة والصادرات تكون بطريقة معينة. دونك شي زمنا نعم بقول لازم نبدلوا المنوال بتاعنا. إذا كان نشوفوا في الحلقة المفرغة هذه باش نفسروا أكثر من عاش كنترى تشوفوا في الكلمات بكذا من عندكم محمد سي بون سي بون بوما أوكي. هذا يفسر نوعا ما الحلقة المفرغة نتاع التبعية هذه. تونس دونك الدول النامية والدول المتقدمة من جهة، الدول المتقدمة تعطي الدول النامية الربح الدين عفوا، والربح يتعدى بصفة معاكسة من الدول النامية للدول المتقدمة. الدول النامية تصدر للدول المتقدمة سلع ذات قيمة مضافة ضعيفة، سلع بدائية، سلع فلاحية، سياحة منخفضة القيمة، صناعات بسيطة. وفي نفس الوقت الواردات اللي تجي من البلدان المتقدمة للدول النامية هي سلع ذات قيمة مضافة عالية، بالغ جوتي يعني عالية،
السلع ذات مرونة ضعيفة، فنحكي على المرونة في دقيقة، سلع إنتاجية معقدة وآلات ومعدات. الفرق بين الواردات والصادرات هي في مؤشر متاع المرونة، المؤشر المرونة اللي يستعملوه الاقتصاديين برشا، ويعطيك تفسير على النوع متاع الصادرات والنوع متاع الحاجات اللي تتباع وتتشري. يا هل ترى إذا كان السعر متاع الشيء هذاك يتبدل شوية، قديش تشري منه ولا تبيع منه السلع هذه؟ يا ترى يعني إذا كان تكون حاجة هامة وتستحق لها أنت برشا، تكون المرونة ضعيفة، وإذا كان حاجة ما تستحق ليش، تكون المرونة عالية. الصادرات نتاعنا عندها مرونة عالية، والواردات نتاعنا عندها مرونة ضعيفة، يعني نستحقوا للواردات نتاعنا وهما ما يستحقوش الصادرات نتاعنا. ده الفرق بين الحاجات اللي نصدر فيهم والحاجات اللي نوردوا فيهم. هذا يجيب لنا انخرام في توازن ميزان المدفوعات اللي وريناه في الستاتيستيك، اللي عنده 160 سنه ما تبدلش. في نفس الوقت نشوفوا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شو يقولوا لنا، يقولوا لنا لازمكم تعززوا تدفق رؤوس الاموال الاجنبيه، فتح الاسواق المحليه لاي انفستيسور يكونوا جايين من برا، الخوصصه، رفع التعديل عن الخدمات البنكية والمحلية، يعني يحل البنوك يكونوا تابعين لبلدان أخرى اللي هو واقع في تونس، السماح للشركات العملية العالمية الكبرى بالدخول للسوق المحلية، ورفع القيود على التبادل التجاري بطريقة كاملة. الحاجة اللي نشوفوها بالتوصيات هذه، اللي إذا كان المنوال الاقتصادي التونسي اللي هو بازي على الصادرات بتاع السلع ذات قيمة مضافة ضعيفة، التوصيات بتاع صندوق النقد الدولي الحاجة اللي باش يعملها اللي باش يزيد يفسد توازن ميزان المدفوعات، واللي الصادرات التونسية ماهيش باش تكون أقوى من الواردات التونسية، ماهيش باش تبدل. هذا ينتج عنه خسارات في التحكم في الموارد الانتاجية، لأن الموارد الانتاجية متاع تونس باش تقعد ديما ماشية للصادرات اللي هي ذات قيمة مضافة ضعيفة، عمرها ما باش تتبدل. اللي يخدموا في أكثرية الصادرات نتاعنا ما يخلصوش بالكدا، وعمرهم ما باش يوليو يخلصوا بالكدا، لأن النوع متاع الصادرات لازم يكون السوق نتاعهم ضعيف باش نجموا يصدروهم، باش نجموا يقاوموا المنتوجات الموجودين على السوق الأوروبي. وكذا يجي هشاشة للعمل التوانسة، هشاشة أمام الشركات الكبرى زادة، ضغط على الشغالين المحليين، صعوبات في السياسة الاقتصادية من الدولة التونسية. إذا كان مشاكل في العمل، معناتها العمل عنده مشاكل، ما عندهمش فلوس، إذا كان فما اضطرابات اجتماعية، تولي الدولة ما تنجمش تكون عندها سياسة واضحة. دونك الدولة، كي نرجعوا يعني نشوفوا الحلول في زوز سلايد الاخرانيين هذوما، دونك الدولة اللي تصدر العملة نتاعها، اللي تصدر العملة نتاعها الخاصة، كما قلنا ما عندهاش مشكلة أن تتخلف على سداد الديون نتاعها. الدولة عندها سيادة، ما تحتاجش تدفقات جبائية باش تمول المشاريع نتاعها بالدينار التونسي. هذه هامة بالكدا باش ما يقعش متغلط بين التدين الخارجي والتدين الداخلي. التدين الداخلي ما عنده حتى مشكلة، إذا كان فما مشاريع تنموية باش يقع الصرف عليها بالدينار التونسي، لازم الدولة التونسية ما عندها حتى ريستريكسيون كما نقولوا باش تمول المشاريع اللي المشاريع هذه بالدينار التونسي. والحاجة الأخرى، السياسة النقدية نتاع الدولة التونسية عندها حدود، ما تنجمش في بعض الأحيان ما تنجمش تكون الركيزة نتاع السياسة الاقتصادية التونسية. لذلك لازم الدولة تستعد الدورة نتاعها التنموي، اللي هو الدولة التونسية نفضت يدها منه ابتداءً من السبعينات، وهذه السياسة نتاع الدولة التونسية. قلت احنا نخرجوا من المنوال التنموي نتاع الدولة، السوق الحرة توا هي اللي يلزمها يعني تكون المصدر نتاع الإشعاع الاقتصادي نتاع البلد، والدولة معناتها يمكن تسهل، أما ماهيش هي ما عندهاش دور تنموي كما كانت قبل السبعينات.
وبعد الاستقلال اللي كان الدولة كانت تصرف فلوس على المنوال التنموي بتاع البلد. دونك الحلول بطريقة كاملة يلزم تحديد القطاع والقطاعات ذات الأولوية اللي تحتاج ضخ النفقات الحكومية بالدينار التونسي، يعني تحويل الموارد التونسية من عملها وكابيتال وأراضي لقطاعات ذات أهمية يجب تكون المنتوجية متاعها عالية، قطاعات ذات منتوجية عالية من ناحية التكنولوجية أو أي قطاع آخر. فما ثلاثة حاجات يجبهم يتعاملوا من الأول بالكل، وما حتى بديت ما تجم تتطور اقتصاديا وتنقص من المديونية متاحة إذا كان ما تقومش بها. الثلاثة حاجات هذوما يجب القضاء على النقص الغذائي، كل عام يجبنا نورد كمية كبيرة من القمح ولا البطاطا ولا حليب ولا ذي، كل يجب تكون تونس عندها سيادة غذائية 100%. إذا كان ما عندهاش السيادة الغذائية ما تنجمش تقص من المديونية نتاعها، لأن شريان البطاطا والقمح والحليب يكون بالعملة الصعبة. القضاء على النقص في الطاقة، يعني يجب نبدلوا المنوال الطاقي نتاع تونس باش يكون فيها أكثر طاقة متجددة، باش نقصوا من العمالة على المحروقات اللي احنا ماناش قادرين باش نلقاهم في تونس، ونوردوهم بالعملة الصعبة ولهذا يكثر من المديونية بتاع الدولة التونسية. والحاجة الثالثة هو تحديد الصناعات المستدامة اللي فيها قيمة إضافية عالية، مثلاً كما الأولويات اللي عندها علاقة بالطاقة المتجددة، مثلاً الطاقة الشمسية ولا الطاقة الهوائية اللي هي فيها فالور اجوتي من ناحية التكنولوجيا تكون عالية، واللي التوانسة اللي يخدموا فيها تكون عندهم مجهود متاعهم عالية ويساهموا في تطوير الاقتصاد، ويكون تأثير امتدادي لموارد أخرى في الدولة، لأنه يكون فما spill over effect كما نقوله باللغة الإنجليزية. الهدف الأساسي بتاع كل الحاجات هذوما اللي يلزم الطلب الداخلي في وسط تونس تكون عنده قوة تخليه هو الموتور اللي يخدم الاقتصاد التونسي، مش الصادرات، مش الواردات، مش أي حاجة أخرى خارج على الدولة التونسية. الدولة التونسية ما جمش تحكم فيها. دونك إذا كان الطلب الإجمالي الداخلي يكون قوي في تونس، يعني الناتج القومي الخام يكون أكثريته مرتكز على بيعان وشارين الموجود متاع تونس بالبعضهم وفي بعضهم، السياحة الداخلية، الحاجات الكل اللي ما نسحقوش إلا الدينار التونسي في المعاملة بتاعها. كل ما نقويه في السيكتور هذا، كل ما نقصه من العلاقة بتاعنا مع بلدان أخرى وأطراف أخرى اللي تكون عندها ساعات إفي سلبي على الاقتصاد التونسي إذا كان فما مشكلة عالمية مثلا. ورينا هذا كما مشكلة مع كوفيد وأي مشاكل اقتصادية أخرى. طب كما قلت، إعادة التأكيد على أهمية الطلب الفعلي effective demand، الطلب الداخلي بتاع تونس، تقليل الاعتماد على الصادرات كمحرك للنمو، كما شفنا في جراف من الجراف 32% من الناتج القومي الخام التونسي هو الصادرات، 45% هو الواردات. دونك الزوز هذوما يلزم ينقصوا كنسبة من الناتج القومي الخام. والكلمة اللي نستعملوها يلزم فك الارتباط مع زوز المؤشرات هذيا باللغة الإنجليزية ديل لينكينغ، يعني نقصوا منهم باش يكون الطلب الفعلي الداخلي في وسط تونس هو الموتور بتاع القوة الاقتصاد. ثم دونك مراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار الخارجي المباشر والسيطرة الأجنبية على التشريعات الموارد الاستراتيجية. نعرفوا اللي فما الاتحاد الأوروبي يحب، هو تونس يحبوا يصحوا الليكا واللي فيها يعني مشاكل من ناحية العديد من الأطراف في تونس، اللي الفلاحة بصفة خاصة اللي يعرفوا اللي إذا كان تونس تصحح في الأكور هذا
يعني صعيب ياسر باش المنتوجات التونسية تقاوم منتوجات أخرى اللي عندها تاريخ في صناعة الأشياء هذه، عندهم مئات السنين، وإحنا يمكن يصعب ياسر باش نجاوبوهم. دونك في إيش قاعد؟ دونك استعادة دورة الحكومة باعتبار الفاعل التنموي الرئيسي، دونك المنوال اللي اختارته الحكومة التونسية بعد في السبعينات إلى حد تو، يقول لك إحنا ما خطينا التنمية، القطاع الخاص هو اللي تلهى بها، لازم تبدل هذايا، لازم الدولة ترجع المأمورية نتاعها باش تساهم في التنمية المحلية بالدينار التونسي مش بالعملة الصعبة. دونك تحسين مركبة رأس المال المحلي، لازم البنوك تساهم في تعمل فينونسمون تاع لي بروجي هذي، اللي يحب يكون الخواص يقوم بلي بروجي هذوما لازم يكون فما يعاونوهم، بخلاف الدولة لازم تقوم الدور نتاعها. واخيرا دونك الغاء القيود المؤسساتية على الانفاق الحكومي، نعرفوا كما قلت من الاول مثلا الدوله التونسيه ما تنجمش تاخذ قروض من عند البنك المركزي بصفه مباشره، لازم تتعدى على بنوك اخرين، وفي بعض الاحيان اذا كان تتبعوا في الاشياء عندهم 3 ولا 4 شهور البنك المركزي قال انا ما نحبش نسلف مثلا الدوله التونسيه، الدوله التونسيه لازم تاخذ فلوسها من عند الضرائب، واذا كان ما عندهاش تمشي تخرج للسوق الخارجي ولا حتى السوق الداخلي باش تدين. دونك هذوما هما الحلول الموجودين، ونقف في ظل يعني كلام برشا، نخلي محمد يعطيك صحة مهدي. شكرا 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 مرة أخرى على التقديم القيم هذايا، وعلى انه تعطينا بعد اضافي لمساله التدين، ما تقعدش محدوده فقط على يعني جدول ولا خانه فيها عندي ديون باش تخلص ولازم نجيب فلوس باش نخلصها وتوفى الغادي، بالعكس هي مساله كيف ما انت وليد توا، انه مساله متعلقه بالعديد من العوامل. انا نحب نشكر زاده بيي وكل المتابعين اللي معانا، في يسأل برشا أسئلة وتو نعاود نحطهم في الشات على خاطر صارت مشكلة تاع كونيكسيون، من قبل ما نحلوا المجال بالدباء عندي زوز أسئلة حبيت نسألهم لك مهدي تفاعلا مع التقديم اللي أنت قمت به. من الأشياء اللي أنت قلتهم أنه دينار التونسي مش مشكلة، هي إشكالية قانونية أنه البنك المركزي نجم يولي سلف للدولة قد ما ينجم في الوقت الحالي، قانونيا مش ممكن، هناك سا ديبون جوست بالتصويت في المجلس، مي كيف ما قلت الحل بيدنا، مش كيف ما التحكم في موني اجنبيه، ما نجموش نتحكموا في الدولار هذيك امبوسيبل، من نجموا نتحكموا في قانون البنك المركزي. ولكن اذا كان الدوله تقوم تخلص في الدين الداخلي وتخلص في الاجور بالدينار التونسي، ثم شكون يقول لك ليه هذا باش يعمل تضخم وباش يقلل من قيمه الفلوس؟ النقطه الاولى دابيل كنا نتفاعلوا فيها معاك. والنقطة الثانية، تونس المنوال الاقتصادي نتاعها كما انت قلت بازي على التصدير، وبلدان أخرى معتمدة نفس اعتمدت نفس المنوال لمدة زمنية معينة 20-30 سنة، وعملت ميزة نيفو، يعني حسنت من المستوى نتاع الصناعة نتاعها، واللي تنتج في أشياء ذات قيمة مضافة محترمة وعالية. احنا قعدنا كونسيل لوطا، ماذا بالو كان تزيد تتفاعل معنا على زوز نقاط هذوما، إذا كان فما حاجة مش واضحة على بنتك من بعد نتعديو للنقاش. شكرا. السؤال الأول نجم جاوب عليه بمثال، أنا ديما نعطيه الكلام بتاعي ويسألوا لي نفس السؤال هذا، والمثال هذا نقولوا مثلا ناخذ مثال نتاع دوله فيها 3 من الناس، زوز من الناس خدامه والانديفيديو الثالث هو الدوله مثلا، يعني لو غوفرنمون، وزوز من الناس هذوما واحد يقولوا مثلا 10 يقولوا يربي في العلالش مثلا واحد يربي في العلالش والاخر يزرع في القمح، الشخص الأول والشخص الثاني. هذا في اقتصاد ما فيهش فلوس، يعني
زوز اشخاص هذوما اذا كان يحبوا يبدلوا السلع، يقولوا مثلا الشخص الاولاني يستحق علوش بشكل لحم مثلا، والشخص الثاني يستحق قمح باش يعمل خبز مثلا، يلزم تكون فما ازدواجيه في دوبل كونسيدونس كما يقولوا بالفرنسوي، يعني يلزم الشخص حاجته بالقمح وقت الاخر حاجته بعلوش، ويتقابلوا بين بعضهم ويقول له سيدي انا عندي علوش اعطيني 20 كيلو قمح ولا 30 كيلو قمح ولا حاجه كيف كيف، والاخر يقول له وعندك زهر انا كيف كيف زاد حاجتي بعلوش. الدوله مش داخله فيها، وكل ما يستحقوا بازيس سور لو تروك، معش كلمه تروك بالعربيه شنو؟ تبادل ممكن. مثلا هذيك كيفاش عاشوا وكيفاش يعيشوا. تجي الدوله مثلا تقول السيتي انا عندي باش ندخل حاجه جديده في المنوال هذا. الدوله كانت قبل مثلا تجي الشخص الثاني تقول له اعطيني 5% من العلاج تاعك مره في العام و5% من القمح تاعك مره في العام. هذيك كيفاش كانت الاداءات نتاع الدوله. الدوله باش تبدل المنوال الاقتصادي تاعها، او باش تقول مثلا من هنا في الصعيد باش فما عمله جديده باش نخلقها، نقول نسميها بالدينار مثلا، ونحبكم انتم تخلصوني بالدينار وما نحبكمش تخلصوني بالعلاج ولا بالقمح. وفي نفس الوقت انتم عندكم برشا وقت مثلا، انت تخدم على العلاج معاش نهار في الجمعه، وانت تحصد القمح مره في العام وتزرعه مره في العام. سيدي انا نحب نعمل مشروع جديد، المشروع هذا نحب انت فلان الفلاني تبني نهج يمشي من المركز نتاع الحكومه للضيعه نتاعك، وانت زاد كيف كيف نحبك تبني نهج، تبني شارع ولا كياس من الضيعه نتاعك للمركز نتاع الحكومه، وباش نخلصكم بالعمله هذه بالدينار لان خلقته من فراغ، يعني ماهوش مربوط بالذهب ماهوش مربوط بالفضه، من فراغ باش نخلصكم بالعمله هذه تقبلوش ولا لا. زوز أشخاص هذوما مثلاً يقول لك فش عمل بيه أنا الدينار هذي، يعني يستحقلوش ويش يستحقلو بيه. لكن نذكر اللي الدولة قالت لك أنت توا باش تخلص الأداءات بتاعك كان بالعملة هذي، ما عادش باش تخلصني بالعلاج وما عادش باش تخلصني بالقمح. دونك الشخص يلزمه يتحصل على الدينار هذي باش لازم يخلص الحكومة بالأداءات. دونك يقول لك أنا مثلاً ما نجمش دونك نخلص، دونك برا نخدم عندي برشا وقت، برا خل نخدم الشارع هذي، والشخص الآخر كيف كيف باش يخدم نفس الشارع هذي، وبش يخليه يعني بيخدموا على النهج هذايا مدة جمعة، كل واحد يخدم مدة جمعة ويخلصوا بالدينار الجديد هذايا، يقولوا يخلصوا 100 دينار زوز كل واحد يخدم 100 دينار، في آخر العام بش يخلصوا 5% ولا 10% أداءات ويرجعوا الحكومة كل 10 ولا 5%. شو قاع دينار تخلق من فراغ، الناتج الداخلي نتاع البلاد تزاد من ناحية فما زوز كياسات جديدة، زوز كياسات تبنات، زوز الخدامة هذوما، ما فماش انفلاسيون، ما فماش تضخم، فما إضافة في المنتوجية نتاع البلاد. تقول قال علاش كيفاش صارت الحاجة هذه وكيفاش؟ فما حاجة ان بارامتر مهم ياسر اللي هما زوز أشخاص هذوما عندهم وقت متفرغ باش يقوموا بالخدمة الزايدة، يعني نهارهم فارغ عندهم وقت باش يخدموا على حاجات هذوما. اش معناتها؟ يعني البطالة موجودة كما يقولوا، لأنهم هما الوقت نتاعهم 24 ساعة في النهار، ينجموا شوية منهم يخدموا في الفلاحة نتاعهم، والباقي كل عندهم وقت فارغ. إذا كان ينجموا يخلقوا حاجة جديدة، الناتج القومي تزاد، وفي نفس الوقت ما صار حتى مشكله اقتصاديه، ما صارش تضخم، ما صار حتى شيء. كيف كيف بالنسبه للدوله التونسيه كي تصرف بالدينار التونسي، سيدني سي محمد، على التضخم، التضخم ما يقع الا اذا كان الطلب يكون اكثر من المنتوج نتاع البلاد. اذا كان لا كاباسيتي برودكتيف نتاع الدوله ماهوش 100%، مش معناتها يعني فما ناس تلوج على خدمة ما لقاتش خدمة، يعني فما نوفر ماهيش خدمتش 100% نتاع الشركات الموجودين في البلاد. وقت الدولة التونسية تنجم تصرف من الفراغ كما قلنا،
وتشري منتوج تونسي وتعاون التوانسه باش يشريوا منتوجات اخرى، تعاونهم بطريقه مثلا الشهريات نتاعهم تطلع، ولا تعمل امبوش تاع خدام اخرين باش يخدموا في مشاريع كما اللي حكينا في نسبه ليكزومبل هذا، حتى تبني شارع في الخلاء. هذا كل باش يزيد في المنتوجيه نتاع البلاد، وماهوش باش يخلق حتى تضخم اضافي اذا كان عندنا عدد معين نتاع ناس في الاقتصاد اللي هما ما عندهمش خدمه. المشكله الوحيده اللي يقع فيها التضخم اللي اذا كان احنا مثلا ما فماش خدم موجوده وما فماش ناس تنجم تساهم في تطوير الاقتصاد، وقتها نجم يكون فما مشكله نتاع التضخم، على خاطر الوفر ما تنجمش تواجه العرض الزايد اللي باش يجي من لي ديبونس نتاع الدوله التونسيه ولا اي دوله بطريقه عامه. معاش كان هذا يفسر شي السؤال هذاك، تنجم تعاود تسالني بعد. السؤال الثاني اللي سالته اللي انا نسيته. معليش ساعقب لكم شيء، شكرا على السؤال الاول. جوبونس نجمو نستعملوه المثال هذا خبراء اللي يبداو يزانونس كل كاتاستروف دو موند، اي سورتو تمشي الحكايه ديك نحكيو على دور فاعل للدوله في الاقتصاد ومش فقط كدور ريغولاتور. السؤال الثاني، علاش قعدنا كونسي في القيمه المضافه اللوطا رغم اللي ثم العديد من الدول اللي تمكنت من انها تطلع؟ شوف، بغض النظر على الاختلافات السوسيولوجية والاجتماعية والتاريخية بين البلدان هذوما والبلدان تاعنا احنا، يعني ذولي تحكي على بلدان كيما كوريا الجنوبية مثلا، ولا فما ثقافات مختلفة، وساعات الثقافات هذوكم ينجم يكونوا عندهم تأثير سلبي ولا إيجابي بخلاف في الحاجات هذوما. الحاجة الهامة بالنسبة لدول كيما كوريا الجنوبية مثلا، اللي الدولة بتاعهم ساهمت بطريقة كبيرة ياسر 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 الصناعات المحلية بتاعهم، اللي بعد تحلت على العالم وكانت تنجم تواجه وتجابه الاقتصاديات العالمية. نجي نشوفوا مثلا في كوريا الجنوبية بين سامسونج وهانداي، يعني قريبة نصف الاقتصاد بتاع كوريا الجنوبية، وهذا ما قاع إلا بمساهمة الدولة الكورية بطريقة يعني كبيرة جدا للزادوسخي متاع كوريا الجنوبية بعد الحرب، وشوية منه زاد زي من عند مساهمة الدولة الأمريكانية اللي عاونت شوية من البلدان هذوما باش يصدروا المنتوجات بتاعهم للمارشي الأمريكي يعني بدون أداءات جمركية وبتسهيلات كبيرة جدا. والمارشي الأمريكي يعني مارشي كبير ياسر، نجم يستوعب المنتوجات هذه اللي جاية من عديد بلدان العالم. احنا العلاقة نتاعنا العلاقة الاقتصادية مع أوروبا، أوروبا ما قامتش بنفس نوع من الحافز الإيجابي للاقتصاد التونسي، والاقتصاد الأوروبي هو بيدو ما نجمش يستوعب يعني منتوجات تجي من بلدان أخرى، وهم بيدهم في الوضع الحالي نتاعهم ما يحبوش يعني يكون فما منافسة تجي من عند زيت الزيتون تاع تونس ضد زيت الزيتون تاع إيطاليا مثلا، وفما معناتها أمثلة أخرى. لذا الواقع التاريخي والثقافي والاجتماعي مختلف، الواقع الاقتصادي مختلف. ممكن الكلمة الأخرانية فما شوية منها زادة وشوية منها. يعيشك مهدي، شكرا على الإجابة ذوما. العديد من المشاركين التحقوا بنا ستقوم بها هي فترة النقاش، يعني اللي خلق تعلينا توا مرحبا بكم إذا كنت تحبوا تتفاعلوا، والفيديو باش تكون متاحة على السيت وعلى الباج تاع بر الأمان باش تنجموا تتفرجوا وتتفاعلوا. ومهدي إن شاء الله ما تكونش ممكن هذه فرصة ثانية لولا كنت عاملين التالي، إن شاء الله تكون ثم فرص أخرى. منزيد نتاول على المشاركين فيي جو بونس اللي أنت بدرت بالسؤال نتاعك، نشوف فيك كونكتي كنت حاب تتفضل وتسأله مرحبا بك، ولكن تحب نقراه على راحتك. شكرا.
به جوستومون ان فيت انا كنت متفاعل مع السلايدز اللي كان يقدم فيهم، ما نعرفش اذا كان نجم نرجع للسلايد ولا نقتصر على الاسئله اللي يظهروا لي اهم. معناتها شو تطرح الاسئله الاهم والعامة على خاطر مش على حاجه مش برشا ولا ما كنت حق بينا توا ممكن ما احضرش على السلايد تنجم تعيش صحيح. ثم حاجه مهمه لهنا أفضل فما كان عندي أسأل على الستاتيستيك، ما أفضل أسأل على الستاتيستيك فما سلايد وريتهم اللي متعلقين بالقيمة متاع الدينار وغيره، وغير ربطها بال على أساس ربطها بالمحل التريد ديفيسيت على أساس اللي المشكلة اللي عنا في التجارة هي اللي أثرت على قيمة الدينار. هذا حسب ما فهمت. دونك السؤال اللي نطرحه هو انه نظرا انه تاريخيا الطريقه اللي قيمه الدينار تحدد يعني من هذول بعد الاستقلال البريود نتاع البيجنج على باني دوفيز البريود اللي صار بيج على المارك بالذات ما بعد 2013 صارت برشا تغييرات وكل سياسه كانت عندها تاثير. يعني يظهر لي مثلا انه بعد 2013 كانت ثم تأثيرات كبرى على قيمة الدينار دونك على قيمة المديونية. فسؤالي هو أنه إلى أي مدى التغييرات هذه اللي صارت على طريقة احتساب الدينار أثرت على نسبة المديونية وعلى نسبة التريد ديفيسيت. وسؤالي الثاني هو متعلق بالشرط اللي حاطته ولا الأممتي تقترحه باش نتفاداو الانفلاسيون في حالة أن نستعمل البلانش بيه اللي هي الفول امبلويمنت على حسب ما سمعت قلت انت لازم 100% من الكاباسيتي برودكتيف نتاع الاقتصاد تكون مستعمل دونك لازم يكون عندك فول امبلويمنت. وقت اللي عندنا مشكلة نتاع ليبر ميس ماتش من ناحية توا في تونس عندنا جزء كبير من المتخرجين من الجامعات اللي سكيلز نتاعهم ما يقابلوش الطلب الموجود على مستوى القطاع الخاص وغيره. ونفس الشيء عندنا العبيد اللي اقل تمام اللي اقل نقولوا مساس نكونوهم هذوك ما ناخذ مواطن شغل نتاع تكوين وغيره. اما الاخرين اللي اوفر كواليفايد على حسب ما يقولوا شنو نعملوا لهم هذوك من ناحية العمليه باش نوصلوا للفول امبلويمنت. ولا هذوما زوج اسئله فقط. عايش دي شكرا بيه. بالنسبة للسؤال بتاعك يعني هي المديونية والعلاقة في العملة التونسية مع العملات الصعبة يعني مربوطين ببعضهم. يعني كل ما فما أكثر مديونية وكل ما فما فرق بين الواردات والصادرات كل ما الدينار التونسي يزيد فيها وكل ما الدينار التونسي يزيد فيها كل ما المديونية بالدينار التونسي تطلع. يعني سيدان ساق الفيسيو كلهم مربوطين ببعضهم. عاشي ترى جاوبتكش على السؤال بتاعك. لا ما جاوبتنيش. النقد هو أنه طريقة احتساب الدينار تغيرت تاريخيا. أوكي. فما البيريود نتاع الأولانية نتاع لي دالوندور هذيك اللي نعرفوها الكل. أوكي. بعد جت فترة متاع البنك سنترال تعمل تحدد قيمة الدينار بناء على اين موين بونديري. بعد جت فترة أخرى اللي البيجنج على المارك الألماني بالذات وقت فما مشاكل اللي ظهر لي مع فما عملات أخرى اللي هي انستابل. وبعد عاودت رجعت لهذيك موين بونديري وتوا بداية من 2013 ما عادش البنك سنترال هي اللي كيديفيني لا فالور دينار وإنما اللي بين the foreign market makers. دونك هل أنه من ناحية هذه القرارات اللي تم أخذها تاريخيا كل مرة في تغيير طريقة احتساب قيمة الدينار أثرت في البورسنتاج متاع في قيمة الـ يعني ونزيدها سمحني أكثر من كيكا جت فترة متاع devaluation بروسك متاع الدينار يضرب فيه
في وقت بورقيبه ما عادش تكون الحكومه وقتها بالضبط. دونك هل اني هذه طريقه احتساب قيمه الدينار تاثر في الارقام نحكيوا فيها الكل من ناحيه التريد والبورسنتاج نتاع الديت؟ طريقه احتساب الدينار هي طريقه باش تعين قداش الفرق بين الدينار التونسي والعملات الصعبه الخارجيه يعني. لكن في اخر القرار يعني الدينار التونسي هو بالعرض وطلب، العرض وطلب يا يكون محلول للمارشي انترناسيونال يا تكون البنك سنترال هي بتاع تونس اللي هي معناتها تشري الدينار التونسي ولا تبيع الدينار التونسي باش تخليه في معدل معين. يعني في اخر الوقت كي نجي نشوف القروض اللي تونس قاعده تاخذ فيهم توا، اكثريه القروض اللي تاخذ فيهم بالعمله الصعبه المهمه نتاعهم باش تخلي الدينار التونسي في عدد معين، خاطر البنك المركزي التونسي يعرف اللي وقت ياخذ القروض الدوله التونسيه تاخذ القروض مش باش تخلص الخدامه تونس يعني. حتى اذا كان من الناحيه السياسيه يقولوا رانا باش نخلصوا الخدامه، لكن هما ياخذوا الايداعات بالعمله الصعبه يخليهم في البنك سنترال باش يستعملوهم في الماني ماركت. يعني حتى قبل وقت كان الدينار التونسي معين ما يتبدلش برشا، لكن ديما البنك المركزي يخليه في المعادل هذاك بشراء وبيع العمله الصعبه والدينار التونسي. عاش كان جاوبت لك شي في السؤال هذا. بالنسبه للسؤال الثاني نتاعك من ناحيه الخدمه التونسيه اللي كما قلت اذا كان ما خلطناش الفول امبلويمنت، اذا كان عدد العاطلين على العمل الموجود، وإذا كان الدولة التونسية تخلق مشاريع مش تخدم العاطلين على العمل، هذا مش باش يخلق تضخم. سألتني على العباد اللي هما اوفر كواليفايد وشنو يلزم نعملوا بالنسبه للشيء هذا. هذا يلزم يكون في مخطط يعني اللي حكيت عليه في الاخر بكل، اللي قلت يلزم الدوله التونسيه تختار تسميه champion sectors يعني دي سيكتور معناتها واضحين اللي تكون فيهم الانتاجيه نتاعهم تكون عاليه، وقتها فين تقع الامبوش تاع كل عدد كبير من التوانسه اللي هما اوفر كواليفايد. دونك لازم يتخلق لهم مشاريع ينجموا يكون عندهم مردوديه عاليه ونجموا يخلصوا بالكدا. بون يعني في الاول المشاريع هذيا باش تكون نوعا ما ماهيش تخلى بعضها شويه يعني ماهيش باش تكون تخدم بالكدا من الاول. وقت تتضح الامور ويكون فما وضوح بالشنو هما الشامبيون سيكتورز هذوما اللي تكون فيهم منتوجيه كبيره. سالتني مؤسس محمد السني قبل على علاش بلدان بعض البلدان كانت عندها سكسي اكثر من بلدان اخرين، وهو بالضبط هذايا بالنسبه لكوريا الجنوبيه واليابان اللي اختاروا دي سيكتور سبيسيفيك يعني واضحين اللي يعرفوا اللي المنتوجيه نتاعهم تكون عاليه. منتوجيه عاليه يعني مش على عامين على 3 سنين، على 5 سنين، على 6 سنين، على 10 سنين، كما صناعه الالكترونيكيه ولا حتى بالنسبه لكوريا عملوا انفستيسمون في الميموري تشيبس يعني في الرام تشيبس اللي خلت كوريا الجنوبيه هي اكبر مصدر نتاع رام تشيبس في العالم، واللي بدل كل يلزم حتى تشري رام تشيبس مع كوريا الجنوبية على خاطر عندهم 30 سنة عملوا انفستيسمون في السيكتور سبيسيفيك هذا من عند الدولة والخواص اخذوا الثنية هذيك أو كملوها بعد. يعني هذا مش ارتباط طويل المدى بين دولة وبين القطاع الخاص، في وقت من الأوقات القطاع الخاص يأخذ المشعل ويكمل يكمل الثنية. عاش كان جاوبتك على السؤال نتاعك. I'm confused. Should we diversify more, as you suggested earlier in your presentation, or focus on specific champion sectors? How هذا سؤال اللي كما سألوا في الشات، ومن بعد باش نعطيو كلمة الفتحية اللي طلبت الكلمة. Okay, سؤال هذا باهي برشا. Okay, يلزمنا نزيدوا نوعه كيف ما أنت اقترحت، أو يلزمنا نركزوا على شركات أو قطاعات اللي فيهم نكونوا أبطال؟ إيش ممكن؟ الشامبيون سيكتورز في كافة الأحيان تكون عندها إنتاجية كبيرة ياسر، والشامبيون سيكتورز وقت تبدأ عندها إنتاجية كبيرة بطبيعتها
تكون عندها ديفرسيفيكاسيون كبيره في طريقه الصناعه بتاع المكونات بتاع الشامبيون سيكتورز. كيما ناخذ مثلا الطاقه الشمسيه ولا الطاقه الهوائيه، يعني التكنولوجيا تكون عاليه، لذلك الانتاجيه تكون عاليه، لذلك حتى باش تصنع انت سولار بانل مثلا باش تاخذ من عند اكس واي وزاد او ا وبي وسي بطريقه اللي الصناعه بيدها تكون ديفيرسيفي من ناحيه الكومبوننتس اللي يدخلوا فيها. الفرق بين المنوال الاقتصادي اللي عندنا، يعني ناخذ دبوزه تاع زيت مثلا، دبوزه تاع زيت ما فيهاش معناتها بلار وزيت زيتونه، يعني فرق كبير ياسر من ناحيه الديفيرسيفيكاسيون. باش تاخذ مثلا السيكتور نتاع النسيج مثلا السورية، عندك قفالي وقماش ويتعدى ويتصدر، يعني الديفيرسيفيكاسيون قريب مش موجوده. وهذا كله يرجع يعني يعني تيوري ايكونوميك اللي تقول للبلدان اللي عندها سبيسياليزاسيون في نوع معين من المنتوجات يلزمها تشد المنتوجات هذوكم وتعمل سبيسياليزاسيون كان في المنتوجات هذوكم. هذا مش صحيح حتى من ناحية التيوري ايكونوميك، يعني العلماء الاقتصاديين يعني مفروغ منه، هذا السبيسياليزاسيون ماهيش صحيحة وما تخدمش بالكل. يعني شكرا مهدي. الكلمة الفاتحية عسلامة محمد. عسلامة. مع السلامة. إنه مهدي نسمع فيك. أوكي. السلام محمد. شكرا مهدي pour la présentation. شكرا. صح. بون أنا سؤالي actualité 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 على الأخر. بون بدنا نحكيو على الاندتمان. pour le moment le groupe chimique صارت له مشكلة في التزود بالمواد الأساسية اللي باش يخدم بها أسمي. دونك واش عمل في الليتاب الاولى؟ توجه للقطاع البنكي. دونك القطاع البنكي رفض انه يموت الجروب شيميك. بعد الجروب شيميك عدى للمجلس باش المجلس صادق له على ضمان قرض، باش ياخذ قرض تمويل من مؤسسة الجي. دونك انا السؤال اللي نطرحه لهنا، في ظل عجز الدولة، خاطر هو نورمالمون الحكاية هذي تكون ما تديرش دولة تجد مول الجروب شيمي، هي الحاجة اللي متعودين بها، إنه دولة تمول ديوان الحبوب، تعطي العجز ولا الجروب شيمي ولا غيرها من شركات الدولة. أما إنه وصلنا إنه الجروب شيمي هو اللي يخرج على الانترناسيونال باش ياخذ قرض باش يجيب فيه مواد أولية، يعني السؤال اللي نطرحه أنا الاثنين، هل أنه وصلنا بالتدين بالوكالة؟ هل أنه الدولة التونسية قاعدة في الشركات في المؤسسات العمومية؟ أنا ما عادش نجم فلوس تفرس مع قطاع بنكي ولا أمشي للانترناسيونال، بما أنه القطاع البنكي سكر على أكثر من شركة على غير سونيت وستيك زادة زادة هي طلبت ضمان قرض جي بي ال من برا وغيرها من الشركات. دونك دبر راسك وصل بوحدك في الانترناسيونال. شكرا فتحي. دي ما حكيت عليه في سلايد من سلايدز، يعني الدولة لازم تستعيد، الحكومة تستعيد الدورة بتاعها باعتبارها فاعل تنموي رئيسي. فيش كلام، دي ما فيش حل آخر. يعني باش خليو العباد هكاك يعني في فراغ، كيما الجروب شيميك كيما قلت انت يخرج على المرشي العالمي باش يتحصل على عملة صعبة باش نجم ياخذ بها من المواد الأولية. يعني ما نعرفش كان عندي جواب الحاجة هذيك، فما من غير ما واحد يدخل، ما نحبش ندخل في الأشياء السياسية. يعني هما الجروب شيميك عنده مشاكل، عنده توا 10 سنين، دونك الإرادة السياسية غير موجودة. يلزم تكون فما فهم اللي ومش جروب شيميك برك، يعني فما مجموعة من الشركات الكبرى التونسية، الفولاذ، جروب شيميك،
تكرير النفط في ستير ليتاب، يعني مجموعة من الشركات التونسية اللي في وقت من الأوقات شركات مهمة وقوية وكانت فعالة في دورة الاقتصاد التونسي، مش حتى في الاقتصاد، حتى داخلة في النسيج الاجتماعي متاع يمولوا في أندية رياضية وحاجات أخرين. هذو كلهم معناتها خرجوا من القطاع هذاك وبالسيف الشديد. يعني كما قلت، يعني الدولة التونسية لازم تاخذ الدور نتاعها كفاعل تنموي رئيسي في البلاد، سورتو معناتها في الوقت هذا القطاع الخاص ماهوش قام ماهوش ما نجمش يقوم بالمهام نتاعو بصفة عادية. شكرا مهدي. إذا كان ثم أي شخص آخر ينجم يتفاعل معنا، how politically how is this possible؟ تقصد به شنو هذه؟ كيفاش الناحية السياسية؟ يعني المشاكل السياسية موجودة بالثورة، لازم العباد تفهم الطبقة السياسية والمجتمع التونسي والمنظمة الشغيلة والأعراف، الكل الذي يفهم اللي الوضع حرج جدا، اللي معناتها رانا التوانسة وما نجم نحلوا المشكلة كان في تونس. الحلول ما تنجمش تجي من برا، صعيب ياسر بالحلول باش تجي من برا، ولازم يعرفوا اللي المثل بتاعنا فماش قطوس يستنى ربي. يعني اذا كان اكس ويجريك وزاد يقول لك باش نعطيك فلوس خذ نصف مليار دولار ولا مليار دولار، يعني الربح باش يكون اكثر من ليهم هما مش لينا احنا. يعني لذا يعني قلت انا قبل لازم تركيز المرشي الداخلي التونسي بطريقه كبيره باش يعاود المارشي هذوما اللي احنا معولين عليهم اللي ما يخدموش بالكدا. من الناحيه السياسيه لازم يكون فما وعي لكل الطبقه السياسيه وكل المجتمع التونسي. كيفاش باش يقع هذاك؟ تنحكي معك اوف لاين كما يقولوا. يعطيك الصحة مهدي. نعرف اللي ثم البعض التحق بينا، نذكر اللي تنجموا تعاودوا تتفرجوا وتسمعوا وتشوفوا لي سلايد وتسمعوا البرزنتاسيون اللي قام بها مهدي في أول اللقاء هذايا على السيت ويب اللي تو بركا بارتاجيته في الشات، وزاد ثم الايميل نتاع مهدي كنت تحبوا تتصلوا به. مهدي مرة أخرى نحب نشكرك برشا على رحابة الصدر، على خاطر شتي بريفني ومن بعد ترددت دقيقة ثم سؤال جانا من الآخر ما نعرفش إذا كان تحب تقرأ. إذا كان المتدخل ينجم هو مهدي، أنت والفلكسبيليتي بتاعك في الوقت، خاطر نعرف اللي تعدينا إذا كان عندك إمكانية نجم نجاوب. والسؤال محمد من فضلك، ما هي فرصنا في تعزيز موقف تونس التفاوضي عبر الأسواق الإفريقية والأسواق الإقليمية كبديل عن علاقتنا غير المتوازنة مع أوروبا؟ هذا عنده علاقة بالسؤال اللي سأله السي محمد ضياء نتاع سياسيا كيفاش نجم تونس تقوم بالحاجات هذوما. يعني هذه إرادة سياسية باش تعزز الدور والمكانة التونسية في المحيط الجنوبي متاعها بين الدول العربية والدول الإفريقية والبلدان الأخرى اللي هي في نفس المركز التنموي. هذا يعني أسهل لنا اللي نحن بخلاف يعني باش نقدر نشوفه في دول الشمال. فما حلول على المدى القصير وفما حلول على المدى الطويل. بعض الحلول على المدى الطويل هي تبديل مثلا وتعزيز حضور اللغة الإنجليزية عند التوانسة، خاطر هذا يحل لنا أبواب مع بلدان أخرى في الجنوب في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية وفي آسيا اللي يستعملوا اللغة الإنجليزية باش نجموا نتعاملوا معهم نفهم. وإذا كان احنا باش نبيعوا نصدروا حاجات، إذا كان احنا مازلنا نحب نصدروا يعني، إذا كان حتى من ناحية الساينتيفيك يعني بالنسبة للرشيخ الساينتيفيك وكل شيء، كل شيء اللغة الإنجليزية تعاون، اللي احنا ناقصين شوية في اللغة الإنجليزية. من ناحية السؤال بالضبط على البلدان الإفريقية، يعني فما إرادة سياسية يلزم الدولة التونسية
تعاون المؤسسات التونسية باش تتعامل أكثر مع البلدان الإفريقية اللي عندهم الاقتصاد نتاعهم يقرب لنا، ونجم يكون ثم تكامل اقتصادي بين البلدان. وإحنا نبداو حتى بالجارة عند أخوانا في ليبيا وفي المغرب وفي الجزائر، اللي نشوفوا نسبة نتاع التبادل التجاري بينهم وبيننا وبين أوروبا يعني أقل من 10% من المبادلات التجارية بتاعنا بين ليبيا والجزائر ومصر والمغرب. يعني نشوف بلدان أخرى في أوروبا مثلا فرنسا وألمانيا، يعني نسبة عالية برشا من المبادلات التجارية تكون بين فرنسا وألمانيا، لأن يعني عندهم حدود مع بعضهم وعندهم اقتصاد تكاملي، واللي احنا ما عندناش في تونس. ناخذ مثال مثلا في قطاع النسيج، احنا عندنا تنافس كبير، يمكن اقل توا خاطر قطاع النسيج ماهوش كما كان قبل، لكن احنا نتنافسوا مع المغرب باش نصدروا لاوروبا في قطاع النسيج مثلا. نتنافسوا ساعات في زيت الزيتونه بين تونس والمغرب باش نصدروا نفس انواع نتاع لي برودوي لاوروبا. يعني نورمالمون ماهيش نفس يكون فما تناسق اقتصادي ومبادلات بين البلدان هذه. يعني في الاخر يقدم فما استعادة الدور نتاع الدولة باش تقنن العلاقات هذه وتعطيها كادر اقوى واوضح بين تونس وبلدان افريقيا اخرى، ومش افريقيا بركة، يعني البلدان النامية كما نقول. السلام، نجم نسأل سؤال سي مهدي وسي محمد؟ بدي حاب أن نرجع للحكاية حكيتها فتحية على جروب شيميك اللي مشى للدولة حاب ياخذ فلوس والدولة ما حبش تعطيه فلوس. أنا بالنسبة لي أن الدولة هي ديجا تسلف عن البنكات التوانسة، حتى الدولة ما عنديش فلوس، هي من أصله تاخذ فلوس من عند البنكات التوانسة ولا تتسلف من بابا، مش حنا فيها الحكاية تتشونج وكل شيء. الجروب شيم الدولة ما هيش مطالبة باش تعطي فلوس الجروب شيميك. الجروب شيميك كشركة يتسلف عن بنكة في تونس ولا من بنك البابا، مش الإشكالية دي ما فهمتاش. أنا حسن ما فهمت في الإيكونومي كابيتاليست الدولة ما تلم فلوس كان بالإزامبو، ما عنديش فلوس على باز. حكينا عليه في الأول شوية، هذا من ناحية الدولة ما تستحقش الأداءات باش تصرف، على خاطر الدولة إذا كان باش تصرف بالعملة التونسية، العملة التونسية هي عملة سيادية والدولة هي اللي تصدر العملة تاعنا الدينار التونسي، يعني ما تستحقش باش تكون عندها إيرادات من الأداءات باش تصرف بالدينار التونسي. بالنسبة لجروب شيميك، الجروب شيميك هو مصنع تابع للدولة التونسية، معناتها ماهوش بريفي. لكن يظل بالنسبة للسؤال بتاع الزميل قبل، الأستاذ قبل سألت كيفاش الجروب شيميك خرج للمارشي انترناسيونال باش يخذ قروض بالعملة الصعبة باش ياخذ الماتيير برومير. لكن كلامك صحيح من ناحية هذه الدولة إذا هي قاعدة تاخذ قروض من البنوك، البنوك بتاعها حتى بالقروض بالعملة الصعبة، يعني داخل في نفس المنوال الاقتصادي اللي غير مفهوم والسياسة غير مفهومة للدولة التونسية. نقعد ديما نعاود الدولة التونسية ما تستحقش باش تاخذ قروض إذا كان لزمها باش تصرف بالدينار التونسي، لأن يعني الدولة التونسية هي اللي تقع بصك العملة التونسية وما تستحقش إيرادات بتاع ضريبة باش تصرف منها. تعليق واحد تاع المزية، خاطر بالنسبة لنا الدينار التونسي ما نعملو بيه حتى شيء. الدينار التونسي خاطر احنا اللي حاجتنا بيه بعد نجيبو ماكينات، نجيبو كواهب، نجيبو حوايج باش نداو بها الاقتصاد التونسي، كالحاجات نجيبوهم من برا. حتى كان تسلفنا احنا ماهيش باش ناخذوا فلوس في الاخير، باش يعطيونا حوايج باش نخدمو بهم. يتسمى في الاخير حتى كان تسلفنا ماهيش مشكله، خاطر اي ديت هي كانك عطيت تسلعه وما خديتش فلوسها، ما خديت حتى شيء في المقابل. خديت تنجم تكون كإعانة كلين أوروبيان، ما هي تنجم تكون دولة تشوف أغنية خاطر هي الديتيان اللي ديت نتاع الدول الأخرين، ولا هي بالعكس هي نتشت أكثر وأعطاتهم للمهم هما تعاون فيهم أكو الديت ماهيش مشكلة كبيرة. فهمت السؤال نتاعك صحيح، اللي المصاريف بالعملة التونسية نجم تكون شريان اشياء اللي وقع شريانها من قبل مش بالعمله، مش بالدينار التونسي، هذا صحيح. لكن مثلا كي ناخذوا
مثال نتاع الموظفين في الدولة التونسية مثلا اللي يقولوا مثلا شهريا بتاعهم نقول 800,000 مثلا ولا حتى أقل. أكثرية الأشخاص اللي شهريا بتاعهم في المعدل هذاك قريب 90%، ما عنديش يعني رقم، ما نذكرش الرقم بالضبط، لكن قريب 90% من المصاريف نتاعهم تكون على أشياء مصنوعة في تونس وتركيب نتاعهم كان في تونس وكل شيء عنده علاقة بالاقتصاد التونسي. يعني إذا كانت الدولة باش تخلصهم تخلص السالير نتاعهم بالدينار التونسي، الدينار التونسي ماهوش هارب، هذاك باش يقعد ديما يدور في الاقتصاد التونسي ويساهم في الاقتصاد التونسي بطريقه كبيره. يمكن يعني 10% باش يخرج باش يشتري شوكولاته مصنوعه في بلدان اخرى يعني بالعمله الصعبه، ولا باش تخلص بيمون تاع كهرباء ولا كذا، هذاك صحيح. لكن في معدل نتاع سالير معين أكثرية المصاريف نتاع العائلات التونسية يكون قريبة بورسنتاج كبير ياسر، أكثرية المصروف نتاعهم يكون على حاجات مصنوعة في تونس وتساهم في تدوير الاقتصاد التونسي أكثر منه شراء أشياء تكون مصنوعة خارج تونس. بعد إذا كان السالير نتاع التونسي يطلع، كل ما يطلع كل ما شريان الحاجات مش من تونس تكون أقل، ويشري حاجات امبورتي من برا، هذيك فيها مشكله. اخر تعليق سمحنا، سمحتي المنتجات سمحني ما تضر، على خاطر عطلنا اكثر من يكون عندك حق. عندك حق ونذكر وحتى خليل اللي تفضل وسال سؤال يعطي الصحه، وحتى اللي يتبعوا فينا الكل ولا اللي خلط علينا مخر، نذكر انه اولا الفيديو والمداخله نتاع مهدي بن قيرات مشكور مره اخرى باش تكون موجوده على الباج وموجوده على السيت. دوزيام نتاع بر الامان اللي تم بارتاجيه في الشات. ثانيا سي اون بروميير رونكونتر وان شاء الله يونورا دوتر مع زملاء لمهدي، مع باحثين توينسا في مختلف انحاء العالم، على والهدف من هذا انه ناخذ نظره زوايا مختلفة ديزون على مسألة التدين ومسألة المنظومة الاقتصادية اللي ما تكونش فيها الخوف هو المحرك الأساسي للتفاعل معها، ما بلوتو الفهم، وسيختو ما نسمعوش كلام رئيس اتحاد الأعراف اللي نهار قال لنا يا جماعة راكم ما تفهموش في السياسة، برا ونتخبوا خليونا السياسة لنا احنا، وبالعكس نحاولوا autant que possible نفهموا، على خاطر الاقتصاد هو السياسة والفعل السياسي كان ما فيهش مصروف يقعد إلا كلام بروتوكولات. فمرة أخرى نحب نشكركم الكل اللي انضميتوا لنا، وإن شاء الله في المناسبة أخرى الجمعة الجاية تكون عنا فرصة باش نزيدوا نتناقشوا في جانب آخر. On attend les dernières confirmations on vous tient au courant. نحب نعاود نشكرك مهدي على قبولك الدعوة وعلى أنك عطيتنا أكثر من وقتك وعطيتنا أكثر من اللي كان بريفو. مرة أخرى ميرسي، وميرسي لكم الكل، وإن شاء الله ديتكم زين. شكرا.